ايه يا بنتي، سمعتي كلام المحامي. هلا انت قولينا لنشوف، اكيد بدك تتطلقي من زوجك عزيز ايتن؟ الآنسة إليف كورال، بدون أي ضغوطات وبإرادتك وبقناعتك بتقبلي تتزوجي ومن دون ما حدا يغصبك السيد عزيز أيضاً؟ إيه بقبل، أنا موافقة من كل قلبي. أنا بدي أتطلق منه. سمعت زوجتك، أنت شو رأيك؟ بدك تتطلق من ناشي؟ سيدي بعترف أنا غلطت غلطة، وهالغلطة كتير كبيرة، وهلأ عم أدفع ثمن غلطتي. يا ابني كل الأغلاط لمصلحة البشر، المهم أنت أخذت درس من غلطك وتعلمت ولا لا؟ ايه أخذت درس كتير كبير، إذا انتهى الزواج بكون أنا المذنب. طيب أنت بدك تنهي هذا الزواج؟ يعني خلاص تزوجنا؟ ايه تزوجنا. هلأ صرتي مرتي عن جد؟ عزيز لا تحكي معي. لا حبيبتي بدي أقول وبتشوفي، أنا بدي أقول للكل. نحن تزوجنا تزوجنا، أخذت اللي بحبه. عزيز شو عم تساوي؟ إن شاء الله ابني الغبي ما يتصرف بتهور، إن شاء الله. وإلا نحن الاثنين رح نزعل ونتضايق كتير، وللأسف هالمرة عن جد رح نصير أعداء لبعض. اسمعوني يا أولاد، إذا جيتوا لهون عناد ويباس تراس، برأيي تفكروا بموضوع الطلاق مرة تانية. ما ضل شي يفكروا فيه حضرة القاضي، طبعاً بدهم يتطلقوا. أمي ابني، يلا قول للقاضي إنه بدك تطلقها. ليش عم تطول الموضوع؟ بلكي عزيز اكتشف إنه لساته بحب مرته وما بده ينفصل عنا بنوب. لو سمحتوا ما بدي أي صوت، وإلا بطالع الكل برات القاعة. الزوج عسكر والزوجة بنت محجبة، وتحديتوا كل المشاكل وتزوجتوا. أنا رح أرجع أسألكم مرة تانية، إذا أنتوا اثنين لسه مو أخذين القرار النهائي للطلاق وفي عندكم شك صغير بحبكم لبعض، أنا رح أجل هاي الجلسة، رح أعمل هالشي مشانكم. أنتوا شو رأيكم؟ بابا حبيبي. يلا قولي شو بدك تطلبي. بابا الله يسامحك. يلا قولي قولي. قررنا أنا وعزيز نحدد موعد لكتب الكتاب، بس إذا هلأ قدمنا الطلب بدنا شي شهر ليعطونا دور. بس إذا بابا حبيبي بيتصل تليفون واحد مناخد التاريخ يلي بدنا إياه، مو هيك؟ أنت بدك يكون كاتب الكتاب؟ منيح بعد أسبوع؟ رح تقدري تحضري حالك بهالفترة القصيرة؟ اي طبعاً بابا، أصلاً كل شي جاهز، حتى اخترت فستان العرس. بعدين أنا مالي ناوي أعمل عرس كبير كتير،
لأنه ما بيصير وأمي المسكينة بهي الحالة. يعني بس بنعمل كتب الكتاب وحفلة صغيرة بالبيت، أنت شو رأيك؟ ورأيي شو رح يفيد؟ يعني أنت بالنهاية رح تعملي اللي بدك إياه. طيب جيبي لي الرقم لحتى أتصل فيه. بابا حبيبي بحبك كتير، يخلي لي إياك. لو أنه نعطي لبعض فرصة تانية ونجرب نعيش مع بعض. ما بقدر أنسى يلي صار، وما فيني سامحك، وما عاد أقدر أوثق فيك. أنا ما بدي أخسرك يا إليف، لساتني بحبك وبعشقك بجنون. بترجاك لا تطلع فيني هيك من غير شي، ماسكة حالي بالزور لحتى ما أبكي. إليف، أمك معها حق، ما عاد نقدر نعيش سوا، والأحسن كل واحد يروح بطريق. أنا ما عاد بدي إياك بنوب، أنا بدي أتطلق منه حضرة القاضي. ما رح تفرق لا بعد شهر ولا بعد سنة، قراري ما رح يتغير. طيب بنتي، وانت شو رأيك؟ بدك تتطلق منا؟ وانا بدي اطلع حضرة القاضي. بما انه ما ضل في اي موضوع تاني ندقق فيه، انتهت الجلسة، وهلأ رح اقول القرار. المدعية السيدة إليف كورال رفعت قضية طلاق ضد زوجها عزيز آيدن لاستحالة استمرار العلاقة بيناتهم. وبسؤالنا عن قرار الطرفين بهالموضوع، لقينا أنه اثنيناتهم في عندهم رغبة كبيرة بالطلاق والانفصال عن بعض. وبناء على أقوال المدعية إليف كورال والمدعى عليه عزيز آيدن، رح أعطي 10 دقائق استراحة وبعدين نحن منكمل الجلسة بشكل مغلق. شو عم بصير؟ أنا ما عم بفهم شيء أبدا. شو يعني جلسة مغلقة؟ رح يدخلوك أنت وجوزك لحالكم على القاعة.